اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية اسمحوا لي أيها الإخوة أن أعبر عن سعادتي الكبيرة وأنا يعني بين ظهرانيكم في هذه الندوة العاشرة لرسائل النور. وما أشبه اليوم بالبارحة، ففي الحقيقة قد شاركت في الندوة التاسعة للأكاديميين الشباب في رسائل النور ببحث عنوانه مفهوم الإنسان الكامل عند بديع الزمان سعيد النورسي. وهذه السنة إن شاء الله أشارك ببحث عنوانه منهج الفكر الإسلامي المعاصر في الرد على الإلحاد، بديع الزمان النورسي ومصطفى صبري ونموذجا. إن شاء الله بفضل الله. بفضل الله. بفضل الله. أنا بينكم وشاء يعني. إذن أقدم لكم إن شاء الله في هذه المداخلة تقريرا أوليا حول موضوع الدكتوراه الذي سميته آنفا. فأيها الإخوة، موضوع منهج الفكر الإسلامي المعاصر في الرد على الإلحاد، هذا الموضوع مهم من جانبين أساسيين. أولا، من خلال طرحه لقضية الإلحاد، وهي قضية من أكثر القضايا المؤرقة التي تتهدد إيمان المسلم وسلامة عقيدته. تلك القضية التي دبت في جسد الأمة الإسلامية ونمت خاصة مع سقوط الخلافة العثمانية ودخول الفلسفات الإلحادية والتوجهات العلمانية. كما يكتسب هذا البحث أهميته أيضا من خلال تناوله بالدراسة لعالمين بارزين، وهما بديع الزمان النورسي ومصطفى صبري. هؤلاء يعني هذان العالمان هم برزا على الساحة الفكرية المعاصرة في بداية القرن التاسع عشر، وانتشر وشهر أكثر بمؤلفاتهم رسائل النور، كلية رسائل النور للأستاذ بديع الزمان، وموقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين لصاحبه مصطفى صبري. ويهدف هذا البحث إلى رصد أثر المنهجين على الفكر الإسلامي المعاصر، يعني متتبعا لنقاط التقاطع والاختلاف بينهما، فهو دراسة مقارنة بين المنهجين. والحقيقة أن الأسباب والدوافع التي وجهتني لاختيار بديع الزمان النورسي ومصطفى صبري دون سواهما، يعني والتفكير في عقد مقارنة بين المنهجين، هي أسباب ذاتية وموضوعية. بالنسبة للأسباب الذاتية، تتلخص في رغبة الملحة يعني لاستكشاف أو للولوج أكثر لمعاني رسائل النور. فبعد أن أنجزت بحث الماجستير مفهوم الإنسان الكامل لبديع الزمان سعيد النورسي، زادت رغبتي و يعني أكثر للولوج أكثر لمعاني رسائل النور واستكشاف أسرارها والوقوف على مقاصدها أكثر. فقررت أن أواصل البحث في رسائل النور في مرحلة الدكتوراه، متناولا لمسألة الإلحاد والرد عليها. فرسائل النور أيها الإخوة تمتلك رؤية فكرية نورانية جذابة، تعالج الإنسان مستوعبة لكل أبعاده المادية والمعنوية والاجتماعية، فضلا عن تلك المسحة الروحية المبثوثة في حقائقها الإيمانية، والتي رد بها بديع الزمان على شبهات وهجمات الملحدين. لكن في هذه يعني في ذاك الوقت وقعت عيناي على مؤلف يعني لا يقل أهمية عن رسائل النور في معالجته لقضية الإلحاد،
أقصد بذلك موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين لصاحبه مصطفى صبري. فوقفت يعني على عقلانية رصينة ومنطقية أيضا رصينة مبثوثة في هذا الكتاب في التعاطي يعني مع شبهات الملحدين وفي الرد على تلك الشبهات. بعد وقوفي على موقف العقل والعلم هذا الكتاب، خطرت لي خاطرة تقودني يعني إلى الجمع بين كلا المنظورين، المنظور النورسي والمنظور الصبري في تأمل قضية الإلحاد. وقد زاد من شغفي بهذه يعني الفكرة لما وقفت على توفر جملة من العناصر التي سوغت أو التي المسوغة لقيام هذه المقارنة بين المنهجين، فمثل التقارب الزمني الكبير بين كلا الشيخين، حيث أن بديع الزمان سعيد النورسي كما هو معروف عاش في الفترة الممتدة بين سنة 1877 و 1960، وعمر مصطفى صبري 85 عاما بين سنة 1869 وسنة 1954. هذا وفضلا عن العلاقة المباشرة التي ربطت الشيخين بالجو الإلحادي، حيث ينحدر كل منهما في ذات البيئة التي فتحت فيها الأبواب على مصراعيها للفلسفات المادية والتوجهات الإلحادية. أيضا لم يكن اختياري لمسألة الإلحاد يعني اختيارا اعتباطيا، وإنما كان يعني فضلا عن أن هذه المسألة مسألة الإلحاد تندرج ضمن صميم تخصص الجامعي، فإنها تتمتع بأهمية وراهنية عالية، فهي ملف الساعة وحديث الناس، حيث بلغ فشو ظاهرة الإلحاد في العالم الإسلامي مبلغه، وارتفعت نسب الملحدين واللادينيين في السنوات الأخيرة خاصة عقب ما يسمى بالربيع العربي، وذلك كان بشكل مثير للانتباه، حتى صار الشباب يعني يصبح مؤمنا ويمسي متشككا في دينه وملحدا، لا سيما مع تقدم وتعدد مواقع التواصل الاجتماعية التي يسرت الوقوع في حبال الإلحاد. إشكالية البحث أيها الإخوة، يتناول بحثنا بالدرس مسألة الإلحاد والرد على الملحدين، ويسعى إلى رصد منهج الفكر الإسلامي المعاصر في مواجهة الفكر الإلحادي وصده من خلال عرض منهجين أصيلين في هذا الباب، وعقد مقارنة بينهما مفترضا اتفاق الرجلين من وجوه واختلافهما من وجوه أخرى. وبذلك تستدعي هذه الإشكالية بعض التفريعات، ويمكن صياغتها بالشكل الآتي: ما المقصود بالفكر الإسلامي المعاصر؟ وما المقصود بالإلحاد؟ وما وجه العلاقة التي تربط الفكر الإسلامي بالفكر الإلحادي؟ وكيف كانت ردود بديع الزمان النورسي على الملحدين؟ وما هي مرتكزات منهجه في دحض الشبهات والافتراءات الإلحادية؟ وما هي معالم منهج الشيخ مصطفى صبري في الرد على الفكر الإلحادي؟ وهل يتقاطع النورسي مع مصطفى صبري في طريقة تفنيد شبه الملحدين والرد عليهم؟ وإذا سلمنا بعدم إطلاقية تطابق المنهجين أو تنافرهما، وإنما كان اختلاف الرجلين كما اتفاقهما مخصوصا في نقاط مخصوصة في معالجة قضية الإلحاد، فإلى أي مدى كان تأثيرهما على منهج الفكر الإسلامي المعاصر واضحا؟ ولمعالجة هذه الإشكالية قسمت هذا البحث إلى مدخل تمهيدي وثلاثة أبواب فضلا عن المقدمة والخاتمة، واشتمل المدخل التمهيدي على فصلين ليضم كل من الأبواب الثلاثة الباقية ثلاثة فصول. إذن مثل المدخل التمهيدي مدخلا عاما للبحث، وحمل عنوان الفكر الإسلامي المعاصر والإلحاد دلالات ومفاهيم. فاعتنى الفصل الأول بالتعريف بالفكر الإسلامي المعاصر، مبينا أهم المراحل التي ساهمت في تبلوره، وعالج الفصل الثاني مفهوم الإلحاد موضحا أهم أطواره التاريخية. وخصصت الباب الأول للأستاذ بديع الزمان النورسي وبيان منهجه في الرد على الإلحاد،
فاهتم الفصل الأول بتوضيح مكانة الحقائق القرآنية والإيمانية في سجال المنكرين، وبين الفصل الثاني دور الأدلة العقلية في تفنيد الشبهات، ليعالج الفصل الثالث الحقائق العلمية وأهميتها في الرد على الإلحاد والملحدين. أما الباب الثاني فاهتم بالشيخ مصطفى صبري ومنهجه في الرد على الإلحاد، فاعتنى الفصل الأول ببيان قوة الأحكام المنطقية في منهج الشيخ، ليعالج الفصل الثاني الأدلة الإيمانية وأهميتها في الخطاب. واهتم الفصل الثالث والأخير بتوضيح وإبراز الرؤية النقدية ودورها الفعال في تفنيد حجج الملحدين عند الشيخ مصطفى صبري. وجعلت الباب الثالث والأخير لعقد مقارنة بين منهجي الشيخ سعيد النورسي والشيخ مصطفى صبري، فحمل عنوان المؤتلف والمختلف بين المنهجين وأثرهما على الفكر الإسلامي المعاصر. فتناول الفصل الأول نقاط الالتقاء والاتفاق، ليهتم الفصل الثاني بتوضيح نقاط الاختلاف بين المنهجين، وعالج الفصل الثالث والأخير أثر هذان المنهجين على الفكر الإسلامي المعاصر. هذين المنهجين أثر أثر هذين المنهجين منهجية البحث. يحضر في هذا البحث أيها الإخوة عدة مناهج، مثل المنهج التاريخي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن، وتظهر الحاجة إلى المنهج التاريخي خاصة في الباب التمهيدي في عرض المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها الموضوع، أي الفكر الإسلامي المعاصر والإلحاد، كما ييسر المنهج التاريخي الولوج إلى الإطار الزمكاني وتتبع مسيرة الرجلين. والغاية من اتباع المنهج التحليلي في هذا البحث تكمن في الظفر بمنهج كل من بديع الزمان النورسي ومصطفى صبري في الرد على الإلحاد، وما يستلزم ذلك من جمع وتحليل للمادة العلمية المتواجدة في رسائل النور، وموقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين أساسا، وذلك طيلة البابين الثاني والثالث. أما في الباب الرابع فيكون الحضور حضور يعني فيكون الحضور حضور المنهج المقارن أساسا، وهو يعني لعقد المقارنة بين المنهجين، وذلك للوصول إلى نقاط الالتقاء ونقاط الاختلاف بين المنهجين. كذلك أيها الإخوة عثرت على بعض الدراسات السابقة التي تتصل بموضوع بحثي، حيث لم يخلو المجال الأكاديمي من دراسة مسألة الإلحاد وبيان موقف الإسلام منها، غير أن تلك الدراسات والبحوث لم تعالج قضية المنهج، وإنما أوردت الردود الإسلامية على الفكر الإلحادي. وعلى سبيل المثال نذكر رسالة الماجستير للباحث عبد العزيز سعد المحمدي تحت إشراف الدكتور محمد نور من جامعة المدينة العالمية بماليزيا، نوقشت في سنة 2013، عنوانها الإلحاد في العصر الحاضر وموقف العقيدة الإسلامية منه، وهي تعد من الدراسات المهمة التي تفيدني كثيرا في هذا المجال، وإن كانت يعني تتسم بنوع من الإجمال وعدم التدقيق في معالجة منهج الفكر الإسلامي المعاصر في الرد على هذه الظاهرة. كما أنه من بين الدراسات التي اهتمت بالشيخ مصطفى صبري نجد رسالة الماجستير بعنوان الشيخ مصطفى صبري وموقفه من الفكر الوافد للباحث مفرح بن سلمان القوسي تحت إشراف الدكتور عبد الله بن إبراهيم الطريقي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سنة 1989. دقيقتان. وهي تعتبر من الدراسات القيمة، حيث ذكرت ردود الشيخ مصطفى صبري على الإلحاد، غير أنها لم تهتم ببيان منهجية الرد، وهو ما يعالجه هذا البحث. لعل من أهم الصعوبات التي تواجهني أوليا في بداية في إعداد هذا البحث، يرتبط جزء كبير من الصعوبات بطبيعة الموضوع، ذلك أنه ليس من اليسير طرح قضية المنهج، فضلا
عن ازدحام الفكر الإسلامي المعاصر واتساع دائرته، وهو ما يفرض على الباحث جهدا مضاعفا في البحث عن الخيط الناظم لطروحات هذا الفكر في الرد على قضية هي مخضرمة وقضية قديمة جديدة مثل قضية الإلحاد. كما تلوح لي صعوبة أخرى تتعلق بنوعية المصادر والمراجع، فحيث يجد الباحث نفسه مع كتب ومجلدات ضخمة يحضر فيها الاستطراد بكثافة، وهو ما من شأنه أن يسحب بساط الزمن من تحت أقدام الباحث ويشغله عن سؤال البحث. وزد على ذلك توفر الكثير من المراجع والمصادر باللغات الأجنبية مثل التركية والأنجليزية، وهو ما سيطيل في زمن البحث أكثر. شكرا جزيلا شكرا جزيلا على هذه الفرصة.